السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي المشاهدين في كل مكان، انا مرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات اتحدى نفسي. والنهارده تحدي قوي جدا، تحدي صعب جدا، انا شفت عنوان الفيديو بس اتخضيت. فيلا بينا على طول نعرف تحدي ايه النهارده. معانا صوره هتظهر قدامنا فيها لاعبين، الصوره دي لشخص واحد مندمج فيها ملامح اتنين لعيبه. هو هيديك كوجه كده مندمج فيه ملامح اتنين لعيبه، شعر متغير، عينين متغيرين. فاحنا هنركز في الصوره دي ونطلع مين هم الاثنين اللعيبه، وهنشوف يعني هنحل كام صح وهنحل كام غلط. واتحدى نفسك معايا وجاوب في الكومنتات، وجاوب على معظم الاسئله في الكومنتات، علشان في سؤال للجمهور في قلب الحلقه، والسؤال ده باللي بيكسبه بياخد 1 دولار. اشترك في القناه لو لسه مش مشترك، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه علشان نوصل القناه ل 4000 مشترك او 5000 مشترك زي ما انت عايز. وجاوب على السؤال اللي هيظهر في الحلقه وهتدخل معانا السحب على ال 1 دولار. ويلا بينا على التحدي بتاعنا. بسم الله، اول لاعب معانا. طيب دي ملامح ريتشارلسون، شعر مين بقى؟ شعر مين بقى؟ لاعب من اتلتيكو. مين؟ سيمونز. طيب كده انا اول واحده جاوبت منها لاعب واحد. الثانيه وش جورجينيو وشعر مدرك، شعر وتيشيرت مدرك ووش جورجينيو. اجابه صحيحه، واول واحده بنجيبها صح، يعني اللاعب رقم اتنين بنجيب منه الاثنين صح. صليبة وصلاح. السؤال بتاعكو اهو. واللي هيجاوب على السؤال ده بقى ليه عندي 1 دولار، اكتب الاجابة في الكومنتات. الله عليا. طيب نخش على اللي بعده وربنا يستر. بدري وديونج. اجابه صحيحه، اديله اللي بعده. اكي وجوستو، جوستو بتاع تشيلسي واكي بتاع مانشستر. اجابه صحيحه، وكمان سؤال جاوبناه صح. الشعر ده شعر هويلاند بتاع مانشستر يونايتد. طب ملامح مين؟ ليندلوف، لاعب برضك مانشستر يونايتد. طيب كده واحدة كمان غلط اهي، في الآخر بقى نحسب كام غلط كام صح. مين ده؟ فاتي ومين؟ فاتي ولافيا؟ مين لافيا ده؟ أنا والله ما أعرفه. طيب نخش على بعض. جواو فيليكس ومين؟ وماونت؟ فيليكس وماونت؟ يا ترى يا هل ترى. إجابة صحيحة، اديني اللي بعده. هو فالوفيتش؟ هو؟ طب فالوفيتش ومين طيب؟ مش عارف، والله ما عارف. أنا جبت فالوفيتش بس ما جبتش التاني اللي هو تشيزي ده. طيب نخش على بعد كده. ده هوملز ومين بقى؟ هوملز وبراندنت تقريبا؟ هوملز وبراندنت، إجابة صحيحة، إديني والله والله صعبة، وأتحدى أي حد يجاوبها. جمال موسيالا ده ومين؟ موسيالا صح؟ ومين تاني؟ موسيالا صح. بوي موسيالا وبوي. طيب اللي بعد كده، ده لو تارو مارتينيز، شعر مين ده؟ هو الناس اللي بتركب الحاجات دي بتركبها ازاي يا جدعان؟ لو تارو وبانيري، والله ما اعرف، والله ما لحقت انطق اسم. طيب نخش على بعد كده. شعر مودريتش، تارو مودريتش ودقن جندوجان. مودريتش وجندوجان، اجابه صح، الله على، والله انا جامد. امبابي وماركينيوس اللي بعده، مع انه مش حاطط الدوجلاس بتاع ماركينيوس. اللي بعده بافاردو سومير. الله عليا. جريزمان ومين؟ لا استنى، معرفتهاش. جريزمان وفيليبس. طيب اللي بعده، هاري ماجواير وجرناتشو. اللي بعده، لرواسانيه والواد التونسي اللي هو مكبيري صح، وصاني صح. ده مين ده؟
راموس مهاجم باريس وتونالي لاعب هو لاعب اسمه ده نيوكاسل. تونالي وراموس إجابة صح. أوديجارد ومين ده؟ وديكنا الرئيس بينا أوديجارد وديكنا الرئيس. إجابة صحيحة ومرة تانية وبنجاوب صح. شعر جليريتش ومين ده تاني؟ جريتش وامريكان لاعب بروسيا دورتموند. اشرف حكيمي وشعر مين ده؟ كافاني. اوه اشرف وكافاني واجابه صحيحه. الله والله انا ضربتها. طب ده لساندرو وسيلفا برناردو سيلفا. والله صح والله صح. بلينجامو مين؟ هو بلينجامو حد؟ بلينجامو مين؟ وستيل جابتها صح. ده انا خبطتها صح. اللي بعده فودن ومين بقى التاني ده؟ اوه لوك ديونج. والله ما اعرف والله ما اعرف. هاري كين وجفارديول. هاري كين وجفارديول إجابة صحيحة. والله يا جدعان يعني ده مين ده؟ مش عارف ليه مديني ميزة أسامة صح. مش عارف فيه يا جدعان. بالمر ومين؟ كول بالمر بالمر وأوجارد لاعب باريس. طب دي سهلة دي. لا صعب. هي ماك أليستر وماديسون. إجابة صح. حس الاثنين شبه بعض وانا قلت هو مش مديني حد فضربت الاثنين. ده مين ده؟ دبي و ديمبلي. اجابه صحيحه دبي وديمبلي. هافرتز ورودري. هافرتز ورودري. هافرتز ورودري واجابه كمان صح. اديني يا باشا اديني في العنشقمناين. ده مين ده؟ ده كازيميرو. حد كازيميرو ضحكة كازيميرو. والله كازيميرو كازيميرو صح. وأدامي أدامي بتاع يوناي دورتموند. جوردون ومين يا ترى؟ جوردون ومين؟ جوردون وسيسكو. سيسكو بتاع أتلتيكو. تمام. اللي بعده نونيز وتشيلويل. نونيز وتشيلويل. نونيز وتشيلوي. الإجابة صحيحة. اللي بعده اديله ادوله يا باشا. بوجبا ومين؟ بوجبا ومين؟ هو وش بوجبا. شعر مين ده بقى؟ والله ما شعر بوجبا. وش مين؟ وش بوجبا. وش بوجبا وكين لعب يوفنتوس برضه. تمام. خش اللي بعده ترام وكودرادو. ترام وكودرادو. والله صح والله صعبة والله صعبة والله صعبة. ما حد يجيبها. والله ده تاني سؤال ممكن يكون صعب واتحدى اي حد يجيبه كمان. وده كان الفيديو بتاعنا. ولكن السؤال بتاعكم الاجابة على السؤال ده بقى ليه عندي 1 دولار. اكتب الاجابة في الكومنتات واعمل سبسكرايب قناة ولايك الفيديو. دمتم في امان الله.